وهالمهدي يعجل بالطهور. أيها القائد يا منى العالم آخر مرة. أيها المهدي يعجل بالطهور. أيها القائد يا منى العالم صوتك شباب. أيها القائم يا منى أيها القائم تدري برزايا كربلاء. أيها القائم تدري برزايا كربلاء. فرطيف لا أنا وهاما سيدي و مشياً في ظلمة الليل بأنوار البهائم أخجلت أنوارهم ليل جيمات السماء. جايما تسمى وسط البيداء وسط البيداء ما خوفا من بطش الفوت. ولكم ألقاب من أهوالي في درب الألقاب وسط البيداء هما خوفا من بطش الفوجة. ولكم ألقى من أهوالي في درب الأخطاء حتى صار رهن القيدي في سجن الكوفة. حتى صار رهن القيدي في سجن الكوفة. حتى صار رهن القيدي في سجن الكوفة. في سجن الكوفة. أيها القائم تدري في رزايا كربلاء. فالرطيب نادى وهاما سيدي وسط العرائم. سيدي وسط العرائم ماشيا في ظلمة الليل. ماشيا في ظلمة الليل بأنوار البهائم. بأنوار البهائم خجلت أنواره الكون لنجيمات السماء. خجلت نواره الكون لنجيمات السماء. فك قيد كل أسير يا الله. أين الأبطال أين الأبطال أشبال رجال رفقاء
الدرب أين الأبطال الشبال رجال رفقاء الدرب أين رفيقي صوتي باقي يبحث عن صاحبي أين رفيقي صوتي باقي يبحث عن صاحبي صوتي باقي يبحث أين الأبطال الشبال رجال رفقاء الدرب أين رفاقي صوتي باقي يبحث عن صاحبي في كل دعاء ذكر السجناء ينبض في قلبي أشتاق لكم فحياتي بكم أحلى في قربي فحياتي بكم أحلى يا دهري عجب ما تكتفي من فايض الدهر وتدري كثر ظلمك يزيد الحسرة والهم يا واسفة قضوا أهل الرسال لا ظلمك وكان تشرد غريب وكم محب منك ما يسلم وضاقت هالوسيعة بجملة الآن ولا واحد بقى منهم على حال وقصة كربلاء أكبر فجيعة جرت حتى على النفس ولا يطار جريمة يد عظيمة يوقع وفاة رجلعية عظيمة في عمرهم صغار ويدوم وكل هدية جريمة قد عظيمة يوقع وفاة رجلعية عظيمة في عمرهم صغار ويدوم وكل هدية صغار لكن في تقاهم سطروا أروع مثل الناس بالتفاني والمآتي مثل عمهم والفضل عباس صغار لكن في تقاهم سطروا أروع مثل الناس في التفاني والمآتي مثل عمهم بالفضل عفا والأخ العضيدة بالدمع يحبنا والأخ العضيدة بالدمع يحضنا بالسجن يا ويلي نادى وبيحنا طه يا حيدر لو ما تدري جدنا ننشدك يا مشكور بالله فوق أسرنا